أهلا بكم في درس جديد من دورة معلوماتيك إنتر وإضافة الواجهات وذلك على لغة البرمجة البايثون. فبعد أن تعلمنا الأمور التقنية وكيفية القيام بالتعامل مع هذه المكونات الخاصة بمكتبة التيك إنتر، سوف نقوم بإكمال الدروس الخاصة بهذه الدورة وذلك من خلال إنشاء بعض التطبيقات العملية. فتطبيق اليوم هو كيفية القيام بإنشاء كاونتر يقوم بالعد، وذلك إما بطريقة موجبة بالزيادة أو بطريقة سالبة بالنقصان. وسوف نقوم باستخدام البنية غرضية التوجه OOP Object Oriented Programming في هذا المجال. فسوف نقول هنا مثلا قم بإنشاء Counter Project، سوف يكون بسيط إلى حد ما. نبدأ أولا بإنشاء Class والذي هو Counter، وهنا سوف نقوم باستيراد هذه TickInter بهذا الشكل، وبعدها نقوم بتعريف Constructor ونقوم باستدعاء Constructor الخاص بالSuper والخاص بالTickInter بهذا الشكل. بعدها سوف نقوم بإضافة Title ليكون مثلا counter project، وسوف أقوم هنا بتعريف component. مثلا سوف نقوم بإضافة زر ومن ثم label يحتوي على القيمة العددية، وبعدها زر آخر فنقوم عند إحدى هذه الأزرار بالزيادة وعند الزر الآخر بالنقصان. فمثلا دعوني أقول قم هنا بتعريف زر يساوي مثلا زائد وذلك الإضافة، ومن ثم سوف نقوم بتفعيله فنقول back، وبشكل مشابه سوف نقوم مثلا بإضافة زر آخر فيكون ناقص. دعوني أقوم بالتعديل على الاسم فنقول هذا plus هكذا، وهذا سوف يكون minus هكذا. تمام، بعدها سوف نقوم هنا بالإضافة بين هذان الزران label معين وذلك لإظهار وتضمين القيمة العددية، فسوف نقول سعر مثلا label يساوي، وهنا القيمة الأولية تساوي مثلا صفر، وبعدها نقوم هنا بشكل مشابه بالإظهار. دعوني مثلا أقوم بإنشاء أوبجكت من هذا الكلاس ونقوم بالعرض، فهنا سوف نقول مثلا قم بإنشاء counter وذلك من هذا الكلاس، وبعدها قم هنا باستدعاء الكومبوننت ومن ثم قم بإظهار هذه الواجهة main loop. لنراها بهذا الشكل. دعوني مثلا أقوم بالتعديل على هذا المظهر، فالخطوة الأولى سوف أقوم بجعلها متجهة نحو اليسار فنقول side يساوي tick enter left على جميع هذه الكومبوننتس وهذه الايتمز، وأيضا سوف أقوم بإضافة خط، فمثلا إذا قلنا هنا أقوم بإضافة من هذه tick enter font وبعدها نقوم هنا بالتضمين فنقول font يساوي من هذا السيل فون بهذا الشكل في كل من هذه العينات. تمام، لنراها بهذا المظهر. دعوني مثلا أقوم بالتعديل على خاصية الريليف وذلك عند هذه الأزرار، فسوف نقول مثلا ريليف يساوي جروف هنا وهنا، وإذا أردنا القيام بإضافة padding فسوف نقول باد اكس يساوي مثلا 10، سوف نقوم بإضافتها على X والY وذلك على جميع هذه العناصر. تمام، لنراها بهذا المظهر. دعني مثلا أقوم بجعلها 20. ممتاز، فالآن إذا أردنا القيام بالضغط عليها يجب علينا القيام بالزيادة على هذا العدد في حال الضغط هنا أو الإنقاص عليه في حال الضغط هنا، والقيام بذلك سوف نقوم هنا بكتابة توابع تعنى بالفانكشنينج وبالخدمات الوظيفية الخاصة بهذه الأزرار. فمثلا سوف نقوم بكتابة تابع يسمى increase، والوظيفة الخاصة به هي القيام بالزيادة. فالخطوة الأولى أن نقوم بجلب القيمة الخاصة بهذه التكست، والقيام بذلك سوف نقول مثلا label عند هذه التكست قوم بجلبها ووضعها مثلا في number، ولكن هذه تعبر عن string لذلك علينا القيام بقصها وتحويلها إلى integer وذلك بالقصر بهذا الشكل. بعدها سوف نقوم هنا بزيادة فنقول مثلا number تساوي number زائد 1، ومن ثم نقوم بإضافة هذه القيمة مرة ثانية إلى هذه label فنقول cell label configuration text تساوي هذه القيمة والتي هي number، ومن ثم سوف نقوم بإضافة هذا التابع كcommand فسوف نقول command تساوي هذه القيمة طبعا مع سيل. لنرى
إذا قمنا هنا بالضغط عليها فنرى الزيادة بهذا الشكل. ممتاز. وبشكل مشابه نقوم هنا بتطبيق تابع وذلك للإنقاص، فنقوم بنسخ هذه ونقول هنا decrease، وفقط علينا القيام بجعل هذه سالبة. وهنا سوف نقول قم بإضافة الكمان وذلك على decrease لنرى. فهكذا نقوم بالإضافة وهكذا نقوم بالإنقاص، ونستطيع القيام بالتعديل كيفما نشاء. فهذا تطبيق سريع تعليمي تعلمنا منه كيفية القيام بتوظيف هذه المكونات وهذه الكومبوننتس والقيام بإضافة functionality وذلك حسب الحاجة وحسب الرغبة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.